نهى نبيل تفقد أعصابها بعد غرق منزلها في الكويت وتلوم السلطات الكويتية. هذين معلمين داخل السيارة قاعدين، هناك السيارة كلها واقفة، السيارة معلقة، هذين متحركين اللي هم. أثارت المدونة الكويتية المثيرة للجدل مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو على تويتر توضح فيه ما حصل في منزلها بسبب الفيضانات التي تحصل في الكويت. ولامت نهى نبيل السلطات الكويتية بشكل عنيف، ما جعل البعض يسرب أخبارا بأن السلطات الكويتية تسعى إلى توقيف نهى نبيل لأنها شوهت سمعة البلاد وشوهت عمل السلطات الكويتية، حيث كتبت: للسنة الرابعة على التوالي يصير هالشيء في منزلنا المبني حديثا في منطقة بيان في الكويت. الخسائر المادية تتعوض، لكن لو كانوا هالعيال بالبيت، لو كان في شخص كبير بالسن أو مقعد، لو حصل تماس كهربائي، لو صارت أضرار بشرية وخسائر بالأرواح، من يعوضنا يا وزارة الأشغال؟ كما عبرت عن غضبها تجاه ما حصل قائلة: وزارة الأشغال سوء تصميم، سوء صيانة، عدم متابعة، حتى المضخات مو ملحقة. ما في استجابة، صيانة يا جماعة، المانهولات مليانة مليانة تراب، مليانة وسخ، مليانة غبرة، ولا أحد من الأشغال نظفها، ما في صيانة، ما في تنظيف، ما في متابعة، أكيد بنغرق إذا نزلت الأمطار أكيد. واحد ما يبي تحكي على السوشيال ميديا لان بالنهايه ما تبي تطلع بالشينه، انت تمثل بلد، ما تبي تنقل صوره مو حلوه، بس يحدون الواحد ينقث. يعني احنا ساكنين بمنطقه، ترى يعني مو منطقه نائيه، احنا ساكنين ببيان، مشرف من اكثر المناطق الحيويه بالكويت.